أبطالي يا أهلا، الأماكن المهجورة من سنين بيسكنها الأشباح وده شيء طبيعي. طب تخيلوا الأماكن اللي اتسكنت بعد موت أهلها وبطرق بشعة جدا، ممكن يكون فيها إيه؟ بتبدأ الحكاية براجل بيكتشف إن زوجته بتخونه مع صاحب متجر قريب من البيت، فدخل غرفة النوم وهم مع بعض وقضى عليهم بوحشية، وبعد ما انتهى شنق نفسه في الغرفة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. رجع أولادهم من السفر بعد أسابيع طويلة واتفاجئوا بالجثث متحللة جوه البيت. بلغوا الشرطة على الفور وتم إخلاء المنزل بالكامل وأصبح مهجور، محدش كان عايش فيه لسنين طويلة جدا، ولكن الكل كان بيشتكي من سماع أصوات غامضة ورؤية أشباح في المكان. فاستعدوا عشان هنطلع مع بعض لرحلة استكشافية في قلب البيت ده، هنكتشف تفاصيل أكتر وهنغوص في كل حاجة وهنزور الأماكن اللي تمت فيها العملية ونعرف كل حاجة حصلت بالتفصيل. مش كده وبس، هنقعد كمان ليلة كاملة في البيت ده أو ليلتين عشان نتأكد بنفسنا هل البيت ده فعلا مسكون بالجن ولا دي مجرد إشاعات. وطبعا يا أبطال انتوا عارفين هتعملوا ايه، هنكسر دلوقتي زرار اللايك وهننزل دلوقتي قاعدة الأبطال، هتاخد اللينك من السهم اللي تحت وتشير الفيديو في كل مكان مع أصدقائهم عشان جيشنا يكبر. ولو انت شخص جديد او بطل جديد اول مرة تشوفني فانت عارف هتعمل ايه برضو، هتنزل دلوقتي وتنضم لينا وتبقى واحد من جيش الابطال وتكتب كلمة السر معروف ظهر الجيش من الابطال عشان اعرف ان انت انضميت وبقيت واحد مننا. ويلا بينا يا ابطال نبدأ المقطع. مارو انت اختفيت، مارو وانت جيت، مارو انت خبيت عشان فاهم مش حافظ خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهاية المسلسل، عرض القفا هو مستك مارو موسى يعني مستا منع كل الكومنتات وزي ميدو على الانستا. مكان البيت في شمال فلوريدا، يعني هياخد مننا 4 ساعات ونص مشي بالسيارة، فتعالوا نكتشف مع بعض الطريق المظلم والمهجور اللي موجود وسط الغابات المرعبة. تعالوا نشوف. I think it's right here. I think this is it, bro. No. Why is it such a shit? Are you fucking dude, fuck kidding this. Me, dude? Look at this fucking shit, man. It's like driving. Let me put the fucking high beam on. Oh, you scared the shit out of me, dude. What the fuck was that? Windshield wiper, sorry. Hold on. We really gotta go back here. Dude, our cars are getting fucking stuck back here. واخيرا وصلنا للبيت المرعب ده واللي كان من بره شكله غريب جدا وغامض، وكان في بعض الادوات اللي بتدل على ان الشخص اللي كان عايش في البيت ده هو شخص مهووس بالاعمال الشيطانيه وطقوس عباده الشيطان. Yeah, this has got to be it. They said that he hung himself in the living room. That's gotta be it, right? High enough up to do it. وده المكان اللي الراجل شنق فيه نفسه. بدأ يعلق الحبل على الخشبة دي وشنق نفسه عليها. أعتقد إن الخشبة مش عالية بشكل كبير، لكنها مناسبة للعملية. وزي ما انتوا شايفين خيوط العنكبوت في كل مكان، وده دليل على ان البيت كان فعلا مهجور وما اتفتحش من سنين. That bedroom right there on the right, if that's the master bedroom. ودي بقى غرفة النوم الرئيسية اللي تمت فيها العملية واللي كانت عبارة عن بحر من الدم. And then he hung himself out here, which is just like, all right, well I'm not comfortable sleeping in that room. I don't know about you. البيت فعلا شكله غامض ومرعب، ولكن ماذا عن الأصوات المرعبة اللي بنسمعها والإشاعات اللي طلعت على إن البيت ده مسكون بالجن؟ هل دي مجرد إشاعات ولا حقيقة؟ هنضطر نبات يومين في البيت ده عشان نتأكد بنفسنا من كل حاجة، فتعالوا دلوقتي نروح ونركب كاميرات المراقبة في كل مكان في البيت ونشوف إيه اللي هيحصل. Thank you.
كاميرات المراقبة اكتشفوا ان في واحد منهم مشي وهو نايم وفضل واقف مكانه لمدة 43 دقيقة و 28 ثانية بدون ما يتذكر اساسا انه وقف او اتحرك من مكانه. هو اتفاجئ من كل حاجة حصلت ولما فتح الكاميرا شاف نفسه. ده بالنسبة للغرفة الاولى. اما اللي كان قاعد بيحصل في الغرفة التانية فهو كان شيء غامض جدا ومرعب. كان في كرسي قاعد بيتحرك وكأن في حد قاعد عليه وهو اللي بيحركه. فتعالوا نشوف اللي حصل. هنقضي دلوقتي الليلة التانية في البيت عشان نتأكد من كل حاجة بتحصل. وفي خلال ما المستكشفين قاعدين وبيتكلموا عن بداية الليلة التانية سمعوا صوت امرأة بتصرخ بشكل غريب جدا وواضح، والصوت كمان ظهر في الكاميرا وهم بيصوروا. فتعالوا نشوف اللي حصل. I just woke up. It's almost 4 in the morning. There's something outside making noise. It sounds like an animal. I woke Steve up. Steve heard it too. It's happened like 3 or 4 times now where we hear like kind of like a cry, like a, it sounds like a scream or something. There it is again. اعتقد صديقه ان الصوت ده ممكن يكون صوت امرأة بتصرخ بتستنجد بيهم، او على الاغلب هو صوت حيوان او ذئب. فقرروا ان هم هيخرجوا للمكان، وتعالوا دلوقتي نكتشف المكان من بره بالليل. Hello. You know if anyone else knows we're here? I don't think so, dude. I mean, this is like the middle of fucking nowhere, bro. Besides the Airbnb people, no. No, they would fuck us, would they? No, I really don't think so. There's that fucking noise again, too. That really sounds like an animal. Doesn't sound like a person. I'm for the fucking person right now. No, fuck. Yeah, well, you know what? At least we got guns, dude. It's in my hand. Telling you, I'll never do one of these trips without a fucking gun. Because if there's anything never, that's not never. Paranormal, I don't want to be out here, like, not able to defend myself. You tell me about it, dude. صوت الصرخات ما توقفش دقيقة واحدة عن المكان ده بالليل. وفضل الصوت يتزايد والرعب يكتر. فقرروا ان هم خلاص هيسيبوا المكان ده ويلموا معداتهم ويخرجوا بره البيت ويروحوا بيتهم. From the spirit box and we saw some stuff on the static cam that would definitely signal there is paranormal activity out there. However, ودي كانت نهايه مغامرتنا النهارده. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالمغامره معايا وعجبكم المقطع، ولو حبيتوا المغامره دي فما تنسوش تدوها لايك عشان اعرف كم واحد حب الموضوع ونكتر من الفيديوهات دي لو انتم حابينها يا ابطال. وما تنسوش كمان جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، اهم حاجه الانستجرام لاني بقول عليه كل حاجه جديده عايز اقولها لكم واتواصل معاكم بشكل اسرع. كمان يا ابطال ما تنسوش ان انتم تاخدوا الحلقه دي من السهم اللي تحت وتنشروها في كل مكان. خلاص جيش الابطال قرب، يبقى 100,000 بطل. فيلا شدوا حيلكم معايا يا ابطال، خلونا نحقق الهدف. كان معاكم اخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا ابطال.